الذكرى 60 للاستقلال محطة تاريخية هامة للجزائر تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد. تسعى الجزائر أن تذكر هذا الجيل بمآثر آبائهم وأجدادهم في الثورة التحريرية التي تكللت بالاستقلال من المستعمر الفرنسي الغاشم الذي أراد طمس هويتنا وتكبيل حريتنا وأخذ أرضنا بالقوة. ورغم سطوة المستعمر الفرنسي المستبد أنذاك، لكنه نسى هذه المقولة: العبيد فقط يطلبون الحرية والأحرار يصنعونها. لذا ومن منطلق الأحرار وتجدر هذه الكلمة في أصولنا الجزائرية وإيمانا بالحرية التي شرعها الله من فوق سبع سموات، انتفض الشعب الجزائري بصوت واحد: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فانطلق نضالنا الموحد في الفاتح من نوفمبر 1954 ليلم شتات المقاومات الشعبية تحت ثورة واحدة، الثورة التحريرية الجزائرية التي دامت سبع سنوات تحدى فيها شعب أعزل أعتى القوى أنذاك ليثبت للعالم أن الإيمان بالقضية والعمل عليها والتضحية بأعز ما نملك لأجل هدف واحد، أن تسترجع الجزائر حريتها الأبدية. قطفت الجزائر ثمار ما زرع أبناءها يوم 5 جويلية 1962، حيث نال الشعب الجزائري حريته المنشودة بسواعد أبنائه وإيمانهم بالقضية. كما قال العلامة ابن بديس: هذا نظام حياتنا بالنور خطة وباللهب حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قد ذهب، لتحيا أجيالنا المتعاقبة في كنف الاستقلال والحرية ولدوام نعمة الأمن والسلم والحرية. يتحتم على أبناؤنا أن تحفظ هذا البلد وتصون كرامته وتبني حضارته. كما يقال: من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. حتى لا ننسى ولا ينسى جيل الاستقلال، تحتفل الجزائر بالذكرى 60 للاستقلال من براثن الاستعمار في كل قطر منها، لتحيي هذه الذكرى في قلوبنا ونفوسنا، لنرسل بها رسالة للعالم أجمع ولفرنسا وأعداء أمتنا خاصة: نحن لا ننسى ولا نتناسى. ما دامت هذه الأرض مسقية بدماء شهدائها فإنها تستعر في وجه كل من يحاول المساس بوحدة الوطن وترابه. شعبنا الأبي وشبابنا المتمسك بعروبته وإسلامه، نذكركم بما قاله العلامة ابن بديس: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. ونزيدكم تذكيرا بتوجه ومواقف بلدنا الحبيب التي لم تتغير رغم المؤامرات الدنيئة وتربص أعدائنا وأعداء الأمة الإسلامية بنا من كل حدب وصوب، وأنتم شهداء على سياسة البلد في السنين الأخيرة. نستشهد دائما بقول علماء الجزائر كما قال ابن بديس: من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، أو كان يبغي ذلنا فله المهانة والحرب. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدما جاله رام المحال من الطلب.